تقرير، والتقرير هو يضايق، بس هقول لحضراتكم فين نقطة الأمل كده اللي في الموضوع قبل ما نشوف التقرير ونزعل مع بعض. الدروس الخصوصية اللي بقى لنا 20 30 سنة بنتكلم عليها، وقعدنا نقول وزارة من وزارة من وزارة ونظام من نظام، ومحدش عارف يقضي تماما على الدروس الخصوصية. الميزة بس إنه هي طبعا لسه موجودة جدا بشراسة، والسناتر موجودة بشراسة، لكن هي الفكرة بس أو نقطة الأمل الحقيقية اللي موجودة إنه نظام التعليم الجديد إن إحنا اللي إحنا السنة دي ده أول سنة بنطبقه، واتشرح كتير بقى خلاص في الإعلام قبل كده إن هو إن شاء الله لما هيستمر كل سنة كل دفعة بتعلى 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 بالنظام لغاية ما هنوصل إن شاء الله لثانوية عامة، النظام يعني اللي اتشرح قبل كده. الميزة إنه في وقت ما لما يطبق هذا النظام يا رب إن شاء الله مش هكون في دروس خصوصية، عشان دي كابوس وانهيار عصبي ومالي ومادي ونفسي ومعنوي. ومفيش حاجه في الدنيا اسمها انه الطالب ما بياخدش درس مع المدرس زي سقطه في الماده ويستقصده، وحاجات كده الحقيقه مش موجوده الا في مدارسنا من يعني تركت سنين طويله الحقيقه. يعني نزل زميلنا عبد الله منتصر يصور امام مجمع مدارس في امبابه مع مجموعه من الطلاب، هو ما دخلش المدرسه، هو واقف بره عند باب المدرسه، فبيسال الطلبه وبيسال اولياء الامور سؤال: يا جماعه الدروس الخصوصيه لسه موجوده ولا لا؟ طب انتوا راضين عنها؟ طب انتوا عايزين تكملوا في دروس الخصوصيه؟ سؤال عادي جدا، تقرير تلفزيوني احنا بنعمله زي تقارير كتيره بنعملها، وهتسمعوا حضراتكم التقرير مع بعض وتشوفوا. عايزه بس اقول لحضراتكم انه يعني انا كان ممكن اعمل ادخل بقى طلبه تحكي اللي حصل مع زميلنا عبد الله منتصر وكرو مساء دريم وكده، بس مش عايزه ادخل في السكه دي. في مدرس فاضل من جوه مدرسه طلع وحاول يعتدي على زملائنا، زميلنا عبد الله منتصر وزميلي المصور، زميله المصور اللي كان معاه، ويمسكه من ايديه: تعالى بس ادخل جوه المدرسه، تعالى بس نتكلم، وانت بتسال الطلبه بتقول لهم ايه؟ وبعدين الطلبه في النهايه بعد ما القصه اتحلت يقولوا لزميلنا عبد الله منتصر انه اصل ده صاحب سنتر، فلما عرف وهو جوه ان في كاميرا وتلفزيون بيصور، فما مش عايزين بقى المشاهد دي والمناظر دي، ويعني عايزين كده نرتقي، نرتقي باخلاقنا. ويعني حضرتك لما حضرتك مدرس فاضل لما تطلع انت حضرتك وتعمل المنظر ده قدام الطلبه، انت جوه المدرسه بتعلمهم ايه؟ ولا في السنتر بتاع حضرتك اللي بتملكه بتعلمهم ايه؟ فيعني مفيش حد، مفيش وزير، لو جبنا مين وزير تربيه وتعليم هيصلح المنظومه لوحده، لو مش كلنا تصلحنا والله ما هتتصلح بجد. تعالوا نشوف تقرير زميلنا عبد الله منتصر اللي بشكره الحقيقه انه طرح سؤال بسيط جدا الحقيقه، ويعني لمن يهم الامر يعني معانا تفاصيل المكان اللي كان فيه، ومعانا تفاصيل المدرسه اللي طلع منها مدرس يهاجمه، ومعانا التفاصيل كلها. يعني لو في حد مسؤول بيتابع دلوقتي يحب يعرف كده الدنيا ماشيه ازاي بالظبط في المنطقه دي، نتابع معا تقرير زميلنا عبد الله منتصر عن الدروس الخصوصيه، ونطلع فاصل سريع ونرجع بعده مباشره نتحدث عن موضوع لا يجرؤ لساني ان ينطق ويقول انها ظاهره، لانها لو اصبحت ظاهره فهذا اعتقد والله اعلم يعني انه يوم القيامه خلاص قرب، مع انه يعني علامات الصغرى كلها خلاص، والعلامات الكبرى كمان من يوم القيامه اعتقد انها يعني في منها برضو تحقق كتير، لكن بتكلم عن موضوع صفقات بيع الاجنه. ولما بنتكلم على الموضوع ده اكيد مش حاله واحده حصلت فاحنا هنطلع نتكلم عليها ونكبرها في الاعلام، ولا عايزين نكبرها ولا هنقول ظاهره وما الذي يحدث، مفيش الكلام ده. احنا بس عايزين نفهم كده يعني ايه ام حامل تنزل بوست على الفيسبوك تقول يا جماعه اللي عايز يتبنى ابني جنين قدامه اسبوعين ويتولد يبعت عشان نتفق على السعر وياخده يتبناه. لا، هو في حاجه غلط، وفي حاجه نفسيا وسيكولوجيا واجتماعيا عندنا مليون في الميه غلط. كمان عايزين نعرف هل ده في العقوبه، ليه عقوبه في القانون ولا لا؟ احنا في مصر هنا متبنيين قوي فكره ان كل واحد حر في ولاده، مع ان انا قلت لحضراتكم قبل كده في اوروبا وامريكا والدول المتقدمه الاب مش من حقه يضرب ابنه، الاب لو ضرب ابنه والجيران بلغوا البوليس بيتعمل له مخالفه، بيدفع غرامه وتصل الى سحب الابن او الابنه من الام والاب وايداعهم في دور رعايه. بره بيعملوا كده، احنا في مصر هنا عندنا الاب لو مسك ابنه عدمه العافيه ونزل ضرب فيه ابني وانا حر فيه، محدش دعوه بربي ابني. لا، علينا ان نتغير بالقانون بالتشريعات بالظواهر المجتمعيه كلها، يجب ان نتغير.
بعد هذا الفاصل، بعد هذا التقرير ومن بعده هذا الفاصل. الدكتور محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا، والأستاذة ولاء عدلي المحامية بالاستئناف العالي ومحاكم الجنايات وعضو اتحاد المحامين العرب، نتحدث عن صفقات بيع الأجنة. اخبار الدروس الخصوصيه اللي موتانا حضرتك، يعني ذبحانا، مفيش حاجه اسمها قضاء على دروس خصوصيه خالص. نتمنى ان هو انها تلغي او وزاره التربيه والتعليم تعمل حاجه يعني في الموضوع ده. ما المدرس بيطلع من المدرسه عليه رقيب بيروح البيوت بتاعت اولياء الامور يدي دروس خصوصيه، وبيقعد ياكل ويشرب يعني انا بعمل حسابه زي ما بعمل حساب ولادي في الاكل والشرب. شايف ان وزاره التربيه والتعليم قضت على الدروس الخصوصيه ولا ما زالت كما هي؟ بص هقول لك على حاجه، الدروس الخصوصيه دي طبعا يعني زي ما بنعمل حساب الفطار والغداء والعشاء، ساعة ما بتيجي المدارس مفيش ثقة دلوقتي في التعليم بالنسبة للمدارس. المدرسين بتاع زمان كانت بتغير عن مهنة قوي قوي. وحاليا؟ لا حاليا مفيش حاجة. حاليا دلوقتي المدرس بيشرب سجاير مع الطلبة ميغة، يعني حاجة غير محترمة بالمرة. انتوا بادئين الدروس الخصوصية بقالكوا قد ايه؟ من حوالي 3 شهور. انت بتاخد دروس في كل المواد؟ ايوه باخد دروس في كل المواد، عربي انجليزي حساب وكل. ولو ما خدتش ايه اللي يحصل؟ باخد بره في السنتر. احكي لي بقى كده عن المدرسين في الفصل، بيشرحوا ولا لا؟ مش بيشرحوش قوي، ما احنا برضه عشان ناخد دروس معاهم. هما ساعات بيستقصدوك عشان انت ما بتاخدش معاهم دروس، فلازم تاخد عشان ايه ما نقصتش في الدرجات عمل السنه. وبيهددونا لو احنا ما خدناش، يعني يسقطونا في اعمال السنه. بيبقى في اوقات في الحصص بتبقى قليله، هما بقى بيفهمونا ان في الدرس هيبقى في وقت كبير. لازم تاخد دروس برضه عشان تعرف تحسن نفسك شويه. لكن من غير دروس خصوصيه ما ينفعش. لا انا لازم برضه حد يفهمني الشرح الجديد عشان انا اقدر افهمه واستوعبه. يعني المدرسين عادي بيقولوا اللي عاوز ياخد درس احنا بناخد معاه عادي. فانا يعني لما عشان ادعم اكتر، ما احنا كده في الفصل بندعم اكتر، فانا عشان ادعم اكتر. بتاخد في كل المواد؟ اه.